حتى الآن في 4 دفعات من المساعدات للأشقاء في قطاع غزة دخلت بالفعل إلى القطاع. حالياً بدأ بالفعل الهلال الأحمر في توزيع المساعدات المصرية داخل القطاع وتسليمها لأهالينا في قطاع غزة. معنا على التليفون الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء، نتعرف منه على التفاصيل. أهلاً بك يا دكتور، تسلم إيديكم على المجهود المبذول. اهلا وسهلا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا وسهلا دكتور، لو تكلمنا عن حجم الأدوية والمستلزمات الطبية اللي دخلت بالفعل لقطاع غزة حتى الآن. لا، يمكن في البداية احب اوجه كلمة شكر للدبلوماسية المصرية اللي على مدار سنوات وخاصة الفترة الحالية من غزة اللي كان فيه. دكتور خالد صوت حضرتك مش واضح، بس لو تغير المكان عشان الصوت يكون واضح اكتر ونقدر نسمعك بوضوح. انه في الوقت اللي في خامه قائد رئيس الجمهوريه بيأكد فيه على قمه القاهره للسلام على دور مصر الريادي، كان بيتم ادخال اول شحنه من المساعدات الانسانيه الى قطاع غزه، وده بالتنسيق التام ما بين كافه المنظمات على ارض مصر، سواء التحالف الوطني او حياه كريمه او الهلال الاحمر وكافه المنظمات المجتمع المدني. ده ما بيتمش من فراغ، ده بيتم بناء على جهد كبير بيقوم به كافه الجهات على مستوى كافه القطاعات وخاصه الشباب المصري اللي بتبدا مرحله العمل بالنسبه لهم من ساعه وصول الطائرات الى مطار العريش الدولي، ونهاية دخول الشاحنات إلى معبر رفح البري. وطبعا خلال هذه الرحلة الطويلة اللي تقريبا الشباب بيشتغلوا فيها من بداية 7 أكتوبر وحتى الآن، وصل عدد ساعات العمل إلى أكثر من 60,000 عمل تواصل الليل بالنهار من شباب من محافظات الجمهورية، همهم واحد فقط هو إدخال المساعدات إلى أشقائنا الفلسطينيين في غزة. وكلمة قالها الأمين العام للأمم المتحدة أنه ما يتم إدخاله إلى قطاع غزة ما هو إلا نقطة في محيط الاحتياجات التي يحتاجها الأطفال والنساء. طيب إيه بالضبط يا فندم اللي موجود داخل هذه الشاحنات من مستلزمات طبية؟ يعني كنت سمعت امبارح مدير مستشفى الشفا هو بيقول انه حتى المصاب اللي جاي اللي محتاج يتعمل له مثلا 20 غرزه بنعمل لهم 10 غرز فقط، لانه ما فيش مستلزمات كافيه لاجراء الجراحه، زائد انه ما فيش بنج، ما فيش حاجات تساعد على اجراء العمليات الجراحيه المختلفه. فالمساعدات الطبيه عباره عن ايه؟ عايز اقول لك انه لو انت مريت وكنت موجود من المسافه اللي من العريش الى رفح هتلاقي شاحنات مكدسه من العريش وحتى رفح للإذن بالدخول هذه الشاحنات. ويمكن قبل ما جاوب على سؤال حضرتك، كان الأمين العام للأمم المتحدة وإحنا على معبر رفح قال لي أنت عايز إيه؟ قلت أنا عايز إدخال كل الشاحنات التي تقف خلفك إلى داخل معبر رفح، لأن الأطفال والنساء والمستشفيات يحتاجون إلى الكثير والكثير من الأدوية والمستلزمات. نحن بدورنا نقوم بتجهيز كافة الاحتياجات التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيين بناء على رصد احتياجات من الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن ثم يتم إرساله إلى الدول العربية والدول الصديقة التي بدورها تقوم بإرسال المساعدات، ومن ثم إعادة إرسالها مرة أخرى إلى قطاع غزة. طيب المساعدات الطبية أكثر حاجة محتاجاها المستشفيات إيه هي؟ طبعا هم بيبعتوا لنا كافة الاحتياجات اللي تحتاجها المستشفيات. طبعا كلنا نعلم احتياجهم الى الوقود والكهرباء والى زي ما ذكرت حضرتك اللي هي الحاجات اللي هي تحتاج في اجراء العمليات الجراحيه مثل البنج ومثل بعض الخيوط الصغيره التي يحتاجونها في علاج بعض المرضى والمصابين. وزي ما قلت انه طبعا الاحتياجات كبيره وكبيره جدا 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 يعني، ولذلك احنا نامل في فتح معبر رفح بدون اي قيود او شروط او حتى تحديد لعدد الشاحنات. وأنا أعتقد هذا ما تقوم به مصر من دور دبلوماسي كبير جدا في المطالبة بفتح الحدود من خلال معبر رفح دون قيد أو شرط. أكيد. حضرتك كنت موجود هناك يا فندم وقت توزيع هذه المساعدات؟ نعم، نحن نقوم على بالإشراف على إدخال هذه المساعدات عبر معبر رفح البري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.
ادخالها فقط، يعني انتوا في الهلال الاحمر المصري بتوصلوها للهلال الاحمر الفلسطيني، هو بيقوم بتوزيع هذه المساعدات، مظبوط؟ نعم نعم نعم. عظيم. اكيد. كل الشكر ليك دكتور خالد زايد، رئيس مجلس اداره الهلال الاحمر بشمال سيناء، شكرا جزيلا.